عسلامة، مرحبا بكم في سهلة مهلة. اليوم باش نعملو مع بعضنا وصفة سهلة على خير وبنينة برشا، هي ماكرون لوز الهند بثلاثة مقادير فقط. اي ثلاثة حاجات نستحقولهم هما جوز الهند والحليب نسلي وشوية شوكولاتة. دونك اول حاجة باش نعملها باش نحط شوكولاتة نتاعي تذوب في الباماري، ومن بعد باش نخلط كيس من جوز الهند بماء يخلطهولي حليب نسلي. حليب نسلي هذا عملته انا في الدار، نجم نحط لكم الطريقه نتاعو في اخر الفيديو. وما تنسيوش نذكركم باش تشتركوا في القناه باش هكاك يوصل لكم كل جديد. دونك نحرك المقادير نتاعي مع بعضها بالكدي، ومن بعد باش نحطهم اون بول في الطبق اللي باش نطيب فيه. هذه الكونسيستانس اللي تشوفوا فيها قدامكم. باش نعمل رشة متاع زيت جوز الهند فوق الواحد في الطبق متاعي، ومن بعد باش نعمل لي بول دونك ونحطهم في الطبق اسباسي وندخلهم في الفوق لمدة 12 دقيقة بلوزو موا حسب الفور متاعكم، حتى لين فيت يتبدل اللون متاعهم ويصير هكا ان بو دوغي من الفوق. عادي 12 دقيقة كيما تشوفوا الماكرونز متاعي حضروا، باش نغطسهم شوية في شوكولاتة ذايبة. تنجموا ما تعملوهيش الحكاية هذي، الفيرسيون أصح شوية صحية أكثر معناها، سينو لوريجينال سي اون فيت مغطسة هكا شوية في شوكولا وتخليوها تبرد، ومن بعديكا فو لا ديكوستي بنينة على الداخل كيما تشوفوا، فريمون أسهل منها ما فماش. كانت هذه وصفتنا متاع اليوم، ماكرون جوز الهند بطريقة سهلة مهلة وبثلاثة مقادير فقط. إن شاء الله تجربوها، وما تنسيوش تشتركوا في القناة وتعملوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد.